جديدة فيديو ستوري من قناة سوبر بسام. كشف عن الفيديو راح نكمل الآن لحظة الجيبينج. بدينا الجزء الأول في الحلقة الماضية، إذا ما شفتها شوفها يعني عشان هذه تكملة. راح أترك لكم رابطها تحت في الوصف، رابط الحلقة السابقة من السلسلة. المهم راح نكمل الآن اتمنى انه ما في كريبر ينفجر في وجهي. اوكي ما في شيء حاليا، خليني اجمع الايرون. اوكي وأجمع الريدستون. أوكي جمعت الآن الريدستون كما كافي. أوكي امتلأت، هذه أرمي هذا. الآن هدفي أني أجد دايموند، هذا هدفي الوحيد. أوكي اوكي قطعت، هذا سهل. اوكي طارق محدود، حسنا سوف ارتجي من هنا. من هنا نزلة، ما ادري اذا كان الدايموند بالاسفل على طول او لا. اوه ليش اللعبة موقف؟ ما ادري، ولكن احسن انه موقف. اوكي سو كده. اوكي اهلا بالدايموند. اوكي حبة واحدة يا ظالم. اوكي ما في مشكلة، معنا اربع حبات الان. عندي بلوكت. اوكي عندي. اصبر كيف اسوي، خليني اطلع، اتمنى ما يكون فوقي لافا. اسوي كذا. اوكي وصلت، هذه حركات محترفين. اتمنى ما يكون فيها كريبر. اوكي لافا، خليني أصب الماء وأجمع الأيرون. رح نستفيد مرة من هذا الأيرون. أصبر، هل هناك دايموند هنا ولا هنا؟ أوكي ما فيش طبعا، يعني أعرف حظي. خليني أطفي اللافا، اطفي هذه كمان ممكن اتورط. ما فيش دايموند، في لابس ولكن ما ادري. او سلايم، الظاهر ان هنا في سلايم شنك او انا فوقي مستوطن، واحد من هذول الاحتمالات. هل اعرف ان سلايم شنك؟ خليني اجمع هذا اللبس، راح يفيدنا في التطوير، أتوقع كلكم تعرفون. ما أدري ليش قاعد أقول هذه الأشياء وأعرف كيف كلكم تعرفون. متابعيني كلهم أساطير يعرفوا كيف يلعبوا أحسن مني أتوقع. لا لا أوكي، مثلا هذه الورطة ما كنتش نسامح نفسي عليها. أوكي خليني أقتل سلايم، راح نحتاج سلايم مستقبلا أتوقع. خليني أقتل بالله. موت. يجيو صغارو وتوا احفادو، احفادو النهاية. اكس بي فان، ما ادري
المياه مزعجة. خليني أسوي كذا وكذا. أوكي خليني أكل. شخص يقول لما أنزل كيفن أركز فيه تركيز فظيع، حتى الجوع أنساه، دايما الجوع أنساه يعني كيفن، عشان ما أركض بقى كثير. أوكي جولد الجمانة، قلت في الحلقة الماضية يب جمان. أوكي خليني أجيبه. أوكي تكسير الوتر. أوكي تكسر الريكاكس. لازم أسوي لي واحد ثاني. عندي خشب أو يب عندي ستيكس، أقدر أسوي لي بيكاكس ثاني. أوكي خليني بالمرة أسوي لي بيكاكس دايموند. أوكي أقولكم راح تعرفون، راح تعرفون. أجي كده لأني أبغى أكسر الأوبسيديان علشان لما أطلع أسوي لي بوابة نذر وأقدر أدخله. أوكي خليني أكسر الكرافتنج تيبل أخذها معي. خليني أرمي الديرت. أوكي تكسير. أوكي من جد الحين سلايم جام، هل ما أراه حقيقة؟ أوه ماي جود، ما أدري إذا شفتوها أو لا. دايموند أهلا وسهلا، عوضوني على البيكاكس. أوكي إيش قاعد تسوي هنا؟ سبايدر، وأنا قلت ليش قاعد أدمش سلايم الصغير ما يدمش، علشان كده قلت إيش صاير في سلايم آخر. لا أوكي خليني أتأكد أنه ما راح يطيح. خليني أسوي كده أخذ حبة واحدة، دايما أجد حبة واحدة ما أدري ليش، ما في دايموند منه ولا منه. ده كان دايموند على ارتفاع 14 غريبة، صح أنه واطي شوية الارتفاع يعني، لكن أحسها غريبة. خليني ما أهتم كثير من الموضوع هذا وأكسر الأوبسيديان. طبعا راح ياخذ سنتين على ما يتكسر، هذا شيء معروف، ولكن ان شاء الله مستقبلا راح نكسره في ثانية واحدة ان شاء الله. طيب خليني اجمع لي كم حبة احتاج. راح احتاج الانشانت تيبل 4 والبوابة 10، راح احتاج 14. لما اجمعها ارجع لكم. اوكي جمعت ال 14 حبة. خليني اخذ الماء حقي بس وهي راح اكمل. خليني ارجع هنا يعني علشان ما اكسر به بالغلط وانفذ الدربلتي، حتى هنا احط له انبريكنج واسوي كم جمعت له ايرون دايموند. طيب احتاج اكثر برشا. في هنا دايموند؟ نوب نوب ما فيش. اوكي خليني اخذ الايرون. اوكي ما فيش دايموند هنا ولا هنا. طيب اوكي في سبايدر ونشاوى ونشاوى ورجع وصار في كوث. اوكي اوكي تتكون عندي كمية ايرون قليلة، فأني سويت كل ما أحتاجه من الآيرون، ولكن حاسس كمية قليلة التي جمعتها ما راح تكفيني لفترة طويلة. أوكي أبا أستكشف طرق جديدة. في شيء هنا. أوكي هذا دايموند أو أنا أتخيل؟ لا أنا أتخيل، يا ليت كان دايموند.
هي ليست زيت عادية. قولوا لي إذا في شيء غلط أسويه في لعبي، يعني حاجات ممكن تفيدني، نصائح وهذه أمور، يعني علشان أحسن من القناة وكل شيء. أوكي أوكي مشكلة، أبغى ألاقي دامد ولكني مانيش لاقي، ما أدري ليش. خليني أنور. أوكي خفاش، طبعا الخفاش معلومة بسيطة، دايما يحب اللافا، دايما يمشي نحوها ويحرق، هذا شيء معروف، لأن يعني الخفاش غبي أكثر من اللازم. قل لي مفروض في هذا المكان يكون في دايموند إجباري، لازم لازم ولازم، شوف المكان بس لازم في دايموند. الأغلب أنه في أكثر من مكان ذهبت لهم وفيهم دايموند، ولكني ما لكنه خلف الجدران، يعني ما قدرت أكل. اطلع الماينشافت وانزل كده واطفي اللافا. اوكي نايس، اوكي نفذت الشمع، عندي فحم، اوكي عندي، لكن ما عندي خشب، خلاص اي ما عاد اقدر اسوي، مشكلة ما عاد عندي خشب، اتوقع لازم اوقف. اوكي لما تنفذ الشموع راح اوقف من جد. اوكي لابس، أن يكون في سبونر سبايدر هنا. كسر الكابوت. أوكي. خليني أخذ الأيرون. اسمع صوت سكيليتن. اوكي خليني اخذ الدايموند، اتمنى ما في تحته لابا. اوكي واحدة، اثنين، ثلاثة، اربعة. اوكي اربعة. اوكي نايس، ستة حبات غير البيكاس طبعا. المهم انا وصلنا البيدروك، هذا سيخلص اخر الدفاع. خليني اصعد. وات مالي، اوكي خليني اجمع الايرون على اي حال. ايش صار؟ اوكي كنت حطيت الشمعة في مكان غلط، ما يهمش. اوكي خليني اطلع من هنا. اوكي بو مطور، عنده بو مطور، ارجوك طيحوا لي، فما فرصة. اوكي خليني اشوف وش في الصندوق. اوكي جولد ولابس، ما هو سيء مرة، ايه من جد ما هو سيء مرة. اعطيني الشموع راح احتاجها. جولد بدل ايش؟ بدل ايش؟ لحم الزومبي طبعا.
خليني اكمل الان. اوكي ايرون وجولد، خليني اكسرهم. ايش ذا الصوت؟ ما ادري صدقون، حاسس اني اكتفيت شوية من الجيمنج، ما ادري. اوكي I hate you. اوكي قدرت. اوكي وقفت نفسي بالشيلد حسن الحظ. خليني اخذ الريدستون. اوكي على فكرة انا ماني فاهم كثير في الريدستون، ولكن يعني في اشياء انا فاهمها في الريدستون وفي اشياء ماني فاهمها كثير. ماني خبير ريدستوني ولكن اعرف بعض الامور، يعني اقدر اسوي اشياء ريدستونية لكن بسيطة شوي، مو مرة معقدة. خليني اخذ هذه. ايه هذه؟ يعني هذه وهذه 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 وهذه. اوكي نايس، خليني اجمع فحم. اوكي راح احتاجه كمان. احلى حاجة في الفحم انه يعطيك اكس بي. ماذا احتاجه كثير ولكن يعني راح احتاجه، راح احتاجه كثير مش راح احتاجه، اهمش انا اكلش كثيرا ولكن اعذروني قليل. اسمع صوت سكيلتون. اوكي خليني اخذ الايرون. اوكي طاح، ما في مشكلة. دايموند نايس. سبايدر مش شلت هني، تعال الى تعال لوالديك. اوكي دايموند، ما ادري ليش عندي احساس انه بحذه رابع. اوكي ما بحذه هي حبة واحدة على الاغلب. يب انا اعرف حظي. اوكي صندوق، اتمنى فيه شيء جيد. اوكي كتاب كويك تشارج، هذه حقة الكروسبو. اوكي ما هي جيدة جدا، ما اتوقع اني راح احتاج الكروسبو من جد، ما راح اتوقع، ما اتوقع اني راح احتاج الكروسبو. خليني اخذ هذا، ما راح اخذ البيتروت، راح اخذ البامبكن بس وبس. اتوقع انه كفاية بنت. اتوقع راح احفظ الاحداثيات وراح ارجع له يوما ما، طبعا خلف الكواليس راح ارجع له يوما ما، خلف الكواليس راح ارجع له ما في مشكلة، لكن الحين راح اطلع. اوكي لما اطلع الخارج راح ارجع لكم. اوكي طلعت الان من الكهف، طلعت للاعلى، اعرف انها حركة غبية ولكن ما في مشكلة، المهم اني طلعت. مهم راح ارجع للدار بعد. اوكي الدار قريبة، توقعتها بعيدة. اوكي دراونت، ايش ذا؟ اوه ايرون شافل.
خليني اذبح هذا. ايش فيده؟ ايش فيده؟ اه لام باودر. من متى الدرون دي يمسك لام باودر؟ يا هيا موت موت. هلو ممكن تموت فندم. اوكي this is nice. خليني اخذ ايش ارمي ايش ارمي ارمي الصوف ما احتاج. اخذته نوب. فين وير ار يو؟ عمركم شفتوا حد يخطر بحياته علشان شافل؟ وير وير از ات؟ من جد فين اختفى؟ ظهر في سوى دسبون. ايش صار؟ هل هو موجود عندي وانا ما ادري؟ ما يهمش عادي هو شافله بس ما هو ماهوش دايموند او شيء زي كده. المهم عدنا الى منزلي الرائع المذهلي جدا السخيفي الرائع. اوكي 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 راح احلق الموارد التي احتاجها خلف الكواليس. مهم كذا وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسوا ضغط زر لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم مشاعركم من نزيد فيديو. حسنا وداعا فيديو قادم. اعطوني افكار كيف تريدون ابني منزلي كيف بالضبط. مثلا ابني تحت الارض او فوق شجرة او ايا كان. مهم اعطوني افكار للمنزل. وكذا وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسوا ضغط زر لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم مشاعركم من نزيد فيديو. حسنا وداعا في الفيديو القادم.